الحقيقة النقل السياحي في جهة الداخل والذهب ضرر حتى من الجائحة، وللأسف ما كان أي دعم من الدولة، ما التفتت كاع شهورنا، ما خرصتنا، التفتوا شهور الأوتيلات والمقاهي المطاعم، النقل السياحي اللي أهله عانوا حتى من هذه الجائحة. وما يقدر يقول لك حد عن حد زبل المعاناة اللي عانها الناقل السياحي، برغم أن إحنا هما الوجه المنير للمدينة، يعني إحنا هما اللي نجيبوا الناس من الأوتيلات ومن شبيه المناطق اللي برا، وإحنا هما اللي نعتوا حضارة الدشرة، يعني حضارة المدينة، ومع ذلك الدولة ما خرصت فينا وما ما مش من الصعوبات اللي مريتوا منها خلال الفترة هذه؟ ياسر، صعوبات ياسر، خارج الناس اللي مثلا من الناقلين السياحيين اللي عنده لا ذي الخدمة، عنده لا النقل السياحي، يعني ما عنده أي مدخول آخر يقدر يعاون به. كان الناس اللي عندها عائلات، فهمت؟ يعني راك عارف المصروف في الوقت قاع اللي تعود فيه قاع الدنيا كلها خدام، هذا المصروف واعر ولا حرى، بالاحرى اذا كانت فيها جائحه. احنا عدلنا جمعيه ديال النقل السياحي، عدلنا سابق الكوفيد هذا باش يجتمعوا فيها الناقلين السياحيين، يجتمعوا فيها فعلا غير الدوله، نحضروا الاجتماعات ديال النقل السياحي، من يجي الوزير نحضر، ولكن بصفتناش لا راهو مسؤول عن النقل السياحي، ولكن شنو الاستفاده؟ ما هي كاينه ما يخالف، هو في الداخل عن النقل السياحي، عنه مجهودنا الفردي كلها، عنده سيارته الخاصة، فهمت؟ هو مجهوده خدام، يعني ما عنده مساعدة من بلد، حتى إلا عندنا جينا باغي نعودوا قانونيين مثلا نقولوا هذا القطاع وهذا، خلق صعوبات، يعني حتى دفتر التحملات ما بالنسبة لنا احنا خصوصية المنطقة، راك عارف المنطقة هذو الناس اللي عايشين وخاصهم يعيشوا لا بيلي كات كات، يعني هي اللي يمشي بها شغل البادية، وهذا في نفس الوقت يخدم بها في النقل السياحي، يعني يخدم مجهوده الخاص، هو كيمشي يشري وتا ويجي يشتغل بها، باش الدولة والله الأبناء والله يعاونوه، ما يعاونوه، يجي باغي يدفع كريدي والله هذا باش يخدم ما ينقفلوا قدامه جميع الأبواب. مطالب ديالنا كجمعية وكفيدرالية جهوية للنقل السياحي بالجهة، هو أن الدولة تدعم النقل السياحي بالمساعدة من أولاد المنطقة فعلا، لأن يعني إحنا من نتكلموا عن النقل السياحي في جهة الداخل والذهب كنتكلموا عن أولاد المنطقة، لأن خالقين وافدين على المنطقة، وافدين على المنطقة، جاءوا كمستثمرين، أصبحوا أرباب شريك ديال النقل السياحي، وعدت عندهم تقريبا نقول عدت عندهم أولوية في الاستفادة من القروض، وهي أولى بها أولاد المنطقة، لأن أي منطقة تخلات عن أبنائها مستقبلها ضايع، لأن هذاك الوافد ليش يخدم فترة محدودة، فملي هي إحنا كأبناء منطقة من هون نطالبوا الدولة بأنها توفر قروض للناقلين السياحيين باش يبدلوا السيارات اللي عندهم، يجيبوا سيارات جداد. ترق احنا ما زين عندنا نجيبوا وتا يركب السائح وما تعجبه مثلا، واخا كاع ما يقولها لك احنا نحسوا بها، اللي نطالبوا الدولة عنها تفتح مجال لقروض صغرى للناقلين السياحيين باش يشدوا مركباتهم. مسألة ثانية، بغينا بالنسبة للمرشدين السياحيين أبناء المنطقة، لأنه عادة لا اللي جا للداخل يصبح مرشد سياحي، لا راه كم وقعت حوادث ما بغينا نذكروها، وحدين مشاو بناس مثلا وما يعني يمشي به وطول به الطريق، وأنه كان مرشد سياحي وما ولد المنطقة، يعني المنطقة خاصة أولادها هم اللي بالنسبة للإرشاد السياحي راه ماهوش سهل. بغينا دورات تكوينية لهذ المرشدين السياحيين، احنا رغم كل شيء احنا التدابير الصحيه هذيك خطوط حمراء ما نقدروا نتجاوزوها، لان احنا اول خاصه نحافظوا على 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 ذاك الانسان اللي راك معنا في النقل السياحي، يعني
خاصنا عدد المقاعد تكون ناقصه، لان احنا سابق 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 الكوفيد كنا نفدو 6 رواقيج، وهذا عقب ذاك عندنا اضطرينا نفدو 3 2 4 فهمت، حتى 4 ديال الناس، وضروري من ذاك المعقم والبافيت ضروري، حتى هذيك مفروضه يعني، ما موش نقدو احنا مثلا نخترقوا القانون، لا. بالنسبه للادبيات ديال الناقد السياحي، عنه منين يجي مثلا السائح، مثلا نبداو من المطار، منين يقض السائح من الطياره ويجي يلقى الناقد السياحي قدام المطار، يفتح له الباب، يعاونه في الباجاج، يطلع الباجاج للسياره، يمشي بشويه، فهمت؟ اولا يرحب بالسائح، مازال السياره واقفه يرحب به، مرحبا وسهلا، يعني من ادبيات كاع، من ادبيات احنا في الداخله، جهه الداخله، ان نرحبوا باي حد جانا خاطر، فهمت؟ ويمشي به السرعه المحدوده، يعني ما يتخطى مثلا وسط المدينه 40 60، يعني ما كيتخطى السرعه المحدوده، يمشي به بشويه في الطريق، يسول اذا كان ما كان مثلا اذا كان لوطيل بعيد، ولا هذا اذا عاد باغي يقبض يتقاضى شي حاجه، ولا هذا قبل ما يوصل لوطيل يوقف به حتى يفهم، ووسط لوطيل على 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 حاله زينه، وهم اللي يقضوا، هم اللي يفتح له الباب.